كما كتعرفوا معانا في هذا الزمن ديال كورونا كلشي كيسول على الناس الحوت. الحوت تبارك الله راه موجود كما كتشوفوا معانا، الاثمنه جد مناسبه بالنسبه للناس اللي كتسول واش الناس كتقضى في هذه الوقيته لا بيريود تاع كورونا. الحمد لله كاين الطلبيه بزايد، كاين الحوت موجود، الخير موجود الحمد لله. الناس كتجي عندنا حتى للمحل بنظام التعقيم، عندنا المحل الحمد لله كنعقمو يوميا، عندنا لي ميثود ديال التعقيم كاينين كنتبعوا، حنا غاديين في داكشي اللي كتامر به الدوله ديال التعقيم والنظام راه عندنا الحمد لله. بالنسبه للانواع اللي دخلت عندنا اليوم البور ديال اسفي كما كتشوفوا معنا، كاينه الرويه كروفيت رويه اللي قليله شويه في البلاد ولكن الحمد لله موجوده اليوم والثمن ديالها جد مناسب. عندنا القمرون حتى هو ديال اليوم، هانتوما بوعرق حتى هو موجود تبارك الله حتى هو داخل اليوم. عندنا الشرغو اللي هو هذا حتى هو راه الثمن مناسب حتى هو داخل اليوم. بالنسبه لا ميثود ديال الناس اللي كتسول على ميثود كيفاش كدوز المشرى وداك الشيء، كيحطوا عندنا كيكونوا لي باطو كيحطوا في المارشي كيدوز الناس ديال لوينسر الناس ديال الطب وداك الشيء كيدوزوا يقلبوا الحوض كيعطونا لا سيرتيفيكاسيون باش كنخرجوا الحوض مع الصباح كي فيريفو معنا الحوض كنجيو كنعرضوا للزبناء ان كاع الاسماك اللي عندنا راه ديزا على الناس ديال لوينسر عندنا سيرتيفي الحوت الحمد لله عندنا الجوده الناس راه كتعرفنا كاملين. بالنسبه للقطاع ديال السرديل تبارك الله راه حنا وقتا ماشي الدومين ديالنا مي الحمد لله واحد شهاده الحق خير موجود تبارك الله، السرديل موجود الجوده كاينه ثمن مناسب تبارك الله الخير موجود الله يزيدنا.